اهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. بنتابع مع حضراتكم فعاليات اليوم الثاني من انتخابات الرئاسه المصريه 2024، واحنا امام احد اللجان. بيشرفنا يكون متواجد معانا استاذ احمد الوليد، امين شباب محافظه الجيزه، حزب مستقبل وطن. اهلا بيك معانا على تلفزيون اليوم. اهلا وسهلا بيك. يا اهلا وسهلا بيك. يعني في البدايه كلمنا على الاقبال الكبير اللي انت شايفه دلوقتي قدام احد اللجان، احنا في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسه، انت شايف الصوره ازاي؟ شفنا امبارح برضه اقبال كبير. يعني انا عايز اقول لك انت اللي شايف اكتر مني، ان احنا امبارح طبعا شفت الزحام كان موجود ازاي، النهارده طبعا زي ما شايف اليوم الثاني زي ما بتقول الناس حضرتك طبعا مش متوقع الزحام ده ونزول جميع الفئات المصريين الموجوده زي ما انت شايف، من الشباب والمراه والرجال ومسنين، وحتى زي ما انت شايف مصطحبين الاطفال معاهم. يعني حاجه بصراحه النهارده عرس ديمقراطي كبير جدا. طيب في رساله معينه المصريين بيوجهوها لده؟ في وعي كامل؟ احنا مش يعني مش هنا بس، احنا بنتكلم على كل محافظات الجمهوريه. الاقبال كبير من الساعه 7 الصبح، حتى الانتخابات بتفتح 9، لكن عدد كبير من الناخبين موجودين من 7 الصبح من 6 الصبح. ده هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا بقول لحضرتك النهارده انا من الساعه 7 الصبح وشايف زي ما انت الزحام موجود ازاي، ده دليل ان احنا كل المصريين والمواطنين المصريين عندهم ثقه بالقيادات الموجوده حاليا وبتدعمهم، وده عشان طبعا يعني حب بلدنا وحمايه بلدنا ووطننا. وزي ما انت شايف عندنا مشاكل سياسيه عالميه موجوده ويعني شديد التعقيد بصراحه، فزي ما انت شايف النهارده تلاقي في عرس ديمقراطي موجود والزحام الشديد، ده دليل ان في ثقه كبيره بالقيادات اللي موجوده حاليا. طيب شايف متوقع انه يبقى في زياده في اعداد الناخبين؟ احنا بنتكلم على احنا لسه اليوم الاول، اليوم الثاني لسه ما خلصش، احنا بنتكلم على نص اليوم الثاني، لسه في انتخابات بكره كمان، يعني شايف الصوره ازاي؟ لا ده انت احنا لسه ما بدناش اليوم كمان، يعني انت انا عايزك ان شاء الله تكون متواجد معانا لغايه بعد ان شاء الله يعني الساعه 12 ولا واحده، وتبدا تشوف الزحام اللي موجود. فعلا فعلا احنا بجد عندنا وعي وشباب عندها وعي وجميع الفئات المصريه بصراحه، ان فعلا انا شايف في ثقه كبيره في القياده اللي موجوده حاليا اللي دعمها، وده حب البلد وحب الوطن. فلا انا عايزك النهارده تكمل معانا وتشوف الزحام موجود، واحنا كحزب مستقبل الوطن بنحاول نسهل الامور لجميع الفئات من الشعب المصري الموجود للدخول اللجان، معرفتهم اللجنه بتاعتهم، في حد تعبان بنيسر له اموره للدخول. فلا ان شاء الله انت معانا النهارده وهتشوف الوضع. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ربنا يخليك، شكرا ليك، الف شكر. ولسه بنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل المتعلقة باليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية، شكرا جزيلا لحضراتكم.